أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي تتابعونه عبر قناتي الوطنية الذي خصصناه حول الأحداث الجارية في فلسطين أمام التحولات الاستراتيجية التي تمر بها المنطقة العربية على خلفية تداعيات معركة طوفان الأقصى التي تخوضها حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وهذا الاستنفار الغربي ضد حركة المقاومة وحشد هذه الترسانة من الأسلحة، وكأن العالم يجهز مسرح عمليات الحرب العالمية الثالثة. يكون من المهم التأكيد على عدد من الثوابت الأساسية وتبني عدد من الإجراءات والخطوات العملية لدعم هذه القضية. ولإثراء هذا الموضوع مشاهدينا الكرام أسعد باستضافة الدكتور عبد الجليل ابن عبد الكريم سالي رئيس جامعة الزيتون الأسبق ووزير الشؤون الدينية الأسبق عضو بيت الحكمة التونسي بتونس. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الأكارم في الجزائر وخارج الجزائر. أهلا بك مرة ثانية. طيب دكتور، كأول سؤال وكما تحدثت منذ قليل نتحدث حول الأحداث الجارية في فلسطين، هل يمكن اعتبار طوفان الأقصى مجرد مواجهة عسكرية أم أن لها أبعاد أخرى، وما هي هذه الأبعاد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يوم 7 أكتوبر يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى كانت عملية فاجأت العالم، فاجأت الصديق قبل العدو. هذا الحادث وهذا الحدث التاريخي في الحقيقة كما علق الاستراتيجيون في متابعاتنا لهم أنه حدث فريد من نوعه في التاريخ الحديث، في تاريخ المقاومة. هذا الحادث طبعا تجلياته العسكرية واضحة، وهو لأول مرة يقع مباغتة العدو الصهيوني بمثل هذه الكيفية التي أذهلت العدو كما أذهلت الأصدقاء، أذهلتنا في السرعة، أذهلتنا في التوقيت، في عدم وجود أي مؤشر على أن شيئا يحضر في المنطقة. فبالتالي من هذه الزاوية ومن هذه الناحية السمة مميزة للحدث أنه حدث غير مسبوق، حدث تاريخي ولا سابق له. أما أبعاده أسميها بالأبعاد الحضارية والأبعاد الاستراتيجية في العالم، هي في الحقيقة في تصوري له أبعاد كثيرة معقدة. أول بعد له وبعد استراتيجي، بعد الاستراتيجي أنه يؤشر على أن الطغيان الأمريكي، الطغيان الإسرائيلي، الطغيان الغربي عامة كأنه سيقع له إيقاف وحد من هذه السطوة، من هذه الغطرسة لبناء شرق أوسط جديد بمقاييس أمريكية. وأعتقد ويعتقد الكثير من الاستراتيجيين حتى الأمريكان أنفسهم، الآن وزير الدفاع الأمريكي نفسه أقر بأن المعركة عسكريا سوف لن تحسم إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي ظاهر معنوياته غير قادر على القتال، والمعركة لا تحسم جويا إنما تحسم بريا. الأصدقاء الآن إسرائيل داخل إسرائيل، وهذا الذي يهمني أن داخل الكيان الصهيوني هناك اعتقادي بأن إسرائيل تسير إلى الهزيمة، وما حدث داخل الكيان الصهيوني من تهجير ومن حتى خروج الأوروبا 500 ألف تقريبا يعني هجروا عن مستوطناتهم، كلها مؤشرات ودلالات واضحة على أن الكيان الصهيوني يعيش أسوأ أيامه منذ أن تأسس في 48.
وهم كذلك يعلمون يقينا من الناحية الاستراتيجية يقينا أن نفس نتنياهو قال أنا الآن أحرص على أن يعني أمدد في عمر إسرائيل 100 سنة، لأن تجاربهم القديمة الدول التي قامت ويحسبونها دول يهودية كان عمرها 80 سنة، الآن احنا في 75 بحال 5 سنوات ينتهي عمرها، ولكن الآن هم يعترفون بأنهم يعني يعيشون أيامهم الأخيرة. فهذا البعد العسكري والبعد الاستراتيجي الآني، لكن البعد الحضاري التاريخي وهو الأهم في تصوري، أن الآن إسرائيل بالاعتراف باعتراف الإسرائيليين واعتراف الأمريكان أن 95% من الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، وهذا لأول مرة يقع هذا التحول في الرأي العام العالمي، لأن من قبل دائما إسرائيل يعني تقدم نفسها لأنها ضحية وهي الديمقراطية في واحة في مجتمع متخلف إرهابي. الآن العالم لأول مرة يعي بأن الطابع طابع الإبادة وطابع الغطرسة وطابع التقتيل الذي هو مؤصل وسبأتيه مؤصل في فكرهم الصهيوني وفي الفكر المسيحي المتصهين، وتأصل في تأصل بنصوص التوراة، لأول مرة يعي الغرب ويعي مثقفوه ويعي مفكروه وشعوبه حتى عوام الشعب أن أسطورة إسرائيل أن إسرائيل يعني دولة ديمقراطية وأن وعوا جانبها الإبادي وجانب العنف فيها وجانب التقتيل، وهذا يفضح الحداثة الغربية في حد ذاتها، على الأقل الحداثة في جانبها الأمريكي الإنجليزي. طيب دكتور، نتطرق إلى نقطة أخرى، هل تعتبر أن الأمة الإسلامية تحركت بما فيه الكفاية لتوعية الرأي العام بالقضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية هي المحرار للأمة الإسلامية وهي البوصلة، ولذلك في ليالي القصف المباشر كانت الشوارع شوارع العالم الإسلامي بل شوارع العالم تخرج في ليلتين في ليلتين أو ثلاث، يعني من الشرق الأقصى إلى أمريكا ذاتها إلى بريطانيا إلى فرنسا التي منعت المظاهرات، ولكن خرجت الشعوب كلها، لا الشعوب الإسلامية إنما الشعوب الحرة كلها أبت هذه الغطرسة وهذه الإبادة وهذا الوجه العنيف البشع للآلة العسكرية الإسرائيلية وبل الأمريكية. فهي قضية هزت العالم ثم وحدت العالم الإسلامي، وحدت مشاعرنا، وحدت توجهاتنا، يعني كما يقول أبو حامد الغزالي في عند الشدائد تذهب الأحقاد، نحن لنا أحقاد لنا مشاكل كمشاكل الأسرة والعائلة، ولكن القضية الفلسطينية هي التي تذيب كل هذه المشاعر كل هذه المظاهر السلبية لتوحدنا من أجل نصرة الشعوب. هل نحن نصرنا فلسطين يعني بما يجب أن يكون؟ هذا طبعا لا تكفي المظاهرات ولا تكفي الاحتجاجات التي نراها في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بل في العالم الحر كله، لكن تتطلب يعني مد بالعون وبالسلاح وبالأطباء وبالمؤونة لهذا الشعب الذي يقاتل، والحقيقة هذا الشعب الذي يقاتل دفاعا عن البشرية، لأن أمريكا لو سادت فإن العالم سيكون له شأن آخر. لكن يعني حتى المعسكر الشرقي يعني ندعوه أن يدعم القضية الفلسطينية، يدعم المقاومة الفلسطينية، لأن في تدعيمها في الحقيقة لإقامة توازن دولي جديد يعني وقع اختيرامه يعني في التسعينات. فالآن القضية الفلسطينية ترجع هذا التوازن، و
تقيم علاقات جديدة. هي في صالح الآن، هذه العلاقات الآن في صالح الصين، ستكون في صالح الصين استراتيجيا، لأن الصين ستأتي للحوار مع أمريكا في نهاية المطاف، وانتصار المقاومة الفلسطينية هو يدعم هذا الوضع الدولي الجديد الذي يبنى من جديد. إذن طيب، الصهاينة والغرب يعتبران المقاومة إرهابا والموازاة. هناك بعض من العلماء المسلمين يستنكرون العمل المسلح الذي تقوم به المقاومة. ما رأيكم دكتور في هذه المقاومة؟ الذي يقوم بالإرهاب الآن هي الآلة الإسرائيلية والفكر الأمريكي المتصهين الذي يقود الإدارة الأمريكية. وقلت لك إن من نتائج هذه الحرب أنها كشفت الوجه الحقيقي للعنف والإبادة المتأصل في فكرهم الديني وفي حداثتهم المزعومة. ولأول مرة يقع 95% من رأي العام العالمي، قلت لك الآن ضد إسرائيل، ولا يقتنع بأن الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية هي إرهابية كما كانت فرنسا تتهم المقاومة الجزائرية والمقاومة التونسية بأنهم فلاقة وبأنهم وحوش وبأبشع الأوساط. ولكن بان بالكاشف نحن ندافع عن الإنسانية، وهم في الحقيقة هم حملة الفكر الاستئصالي وفكر الإبادة واستعمار الشعوب. نحن دعاة تحرير البشرية ونشر فكر التسامح وحوار الحضارات وحوار الأديان. هم من يريدون الخط الواحد ويريدون سيطرة العولمة بفهمهم الأحداث. العلماء الذين من علماء بعض علماء المسلمين بين قوسين الذين نددوا بالمقاومة، هذا لا اعتبار لهم، خارج خط الأمة، وندعوهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا علمهم وأن يراجعوا مفاهيمهم عن الجهاد. وإذا كان الجهاد هو نصرة للصهاينة، وإذا كانت الجهاد هو نصرة للأمريكان ولأعداء الأمة، فليراجعوا إيمانهم أصلا، فليراجعوا عقائدهم. فمن يقف الآن مع إسرائيل من بعض الدول العربية للأسف الشديد ممن سماهم المسيري في موسوعته صهاينة العرب، هؤلاء يجب أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يعمهم الطوفان وقبل أن ينالوا خزي الدنيا قبل الآخرة. فنحن في الحقيقة دعاة للجهاد، دعاة للمقاومة، ونحن نشد من أزر هذه المقاومة ونقول لعلماء السوء أنتم خارج التاريخ وأنتم خارج النصوص وخارج الفهم. طيب دكتور، نتطرق إلى نقطة أخرى هي عن حقوق الإنسان. في هذه الحالة ما هي مصداقية حقوق الإنسان في ضوء هذه الأحداث؟ حقوق الإنسان نفسها والديمقراطية والحداثة والعقلنة كلها من نتائج هذه الحرب، كشفت عريت. الآن حقوق الإنسان، الإنسانيين في الغرب الآن يضعون سؤالا، عقدوا 10 سفراء أو 10 فرنسيين قدموا احتجاج في فرنسا، خلهم أي حقوق الإنسان تحدثوا عنه؟ أنتم تتحدثون عن فرنسا، أي فرنسا؟ هذه فرنسا تابعة لإسرائيل. الدبلوماسيون أصحاب الضمائر في الغرب الآن هم في حرج من شعاراتهم، شعارات حقوق الإنسان التي حاربونا بها. نحن ضد حقوق الإنسان. الآن حقوق الإنسان الآن موضوع عمليا تطبيقيا نرى فضحه. يقتل الإنسان في فلسطين ويمنع من الدواء ومن الأكل ومن أبسط الماء، يقصف في اليونيسف، يقصف في المستشفيات، في المساجد، في المدارس. فهي حقوق الإنسان يتحدثون عنها؟ هؤلاء يجب أن يحيوا، ولكن هم لا يخجلونهم، لا حياء لهم، لأن إبادة الشعوب عندهم عقيدة توراتية، وهذا الذي يجب أن نفهمه. الآن هذا الشعار حقوق الإنسان عريا وكشف، وهم في الغرب الآن أصبح الغربي الصادق مع نفسه لا يستطيع أن يدافع عن هذه المقولة أو أن
يدعي بأن إسرائيل يعني تدافع عن حقوق الإنسان. انتهى الرمي كما يقول في العسكر، انتهى الدرس. الآن الحداثة في بعدها على الأقل الأمريكي الأنجلوساكسوني كشف، حداثة قائمة على فكر توراتي متصهير، يعني شعاره الأول هو إبادة الشعوب والتركية على أي حدث ثاني. الدكتور عبد الجليل ابن عبد الكريم سالم، رئيس جامعة الزيتونة الأسبق ووزير الشؤون الدينية الأسبق، عضو بيت الحكمة التونسي بتونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه التوضيحات التي قدمتها لنا اليوم في هذا اللقاء الخاص حول الأحداث الجارية في فلسطين. شكرا. أشكر إذا التلفزة الجزائرية على إتاحتها لهذه الفرصة لنتحدث في هم من همومنا ومشاغلنا، بل في القضية الرئيسية والرئيسة في نسبة للإسلام نسبة للمسلمين، هي القضية الفلسطينية التي الآن تعيد الاعتبار للمسلمين في العالم في الحقيقة، وتعيد للجهاد مفهومه الخاص دقيق مفهوم الشرعي، وتحدث تحولا عربيا إسلاميا وتحولا دوليا عالميا. هذه من بركات هذه الأحداث أو من بركات طوفان الأقصى. شكرا لك مرة ثانية دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي خصصناه حول الأحداث الجارية في فلسطين مع ضيفنا الدكتور عبد الجليل ابن عبد الكريم سالم، رئيس جامعة الزيتونة الأسبق ووزير الشؤون الدينية الأسبق، عضو بيت الحكمة التونسي بتونس. إذن في الأخير أقول لكم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.